ميني ستوديو. يلا صار وقت المدرسة. هاي جونيور ناطرك، يلا قوم. جونيور ميني كرواسون مصنوع من أفضل المكونات الطبيعية ليعطيك النشاط كل النهار. هرم مؤلف من ثلاث مثلثات. بليز ركز معي. هي. مساحة هالهرم هي مساحة مثلث ضرب تلك جمع مساحة المربع. مثل ما شفتوا المسألة مش معقدة. جونيور ميني كرواسون مصنوع من مواد طبيعية وخالي من الزيوت النباتية المهدرجة. جونيور ميني كرواسون ماكسي حيوية. ها جونيور، يه ما حكيت. فكرته كلب حقيقي. يه مش حلو. هلو جونيور، معنا كل يوم ومثل كل يوم بميني ستوديو لنقدم لكم مسابقة وكلكم فيكم تربحوا فيها وكلكم فيكم تشتركوا بدون ما تتحركوا من البيت. كيف يعني؟ يعني فيكم تفوتوا على فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو، تبعتوا لنا مسج تشتركوا بمسابقة جونيور وتفوتوا بالسحب الكبير اللي راح يصير تح أربعة منكم يربحوا ميني آيباد تقديمات كرواسون ميني كرواسون جونيور. وهلا نحن حلقتنا اليوم بتحكي عن محزورته؟ أكيد عن الكلب. الكلب حيوان أليف وحلو كتير. أنا كتير بحب الكلاب. أنواع الكلاب كتير كتيرة، في البعض منا صغير ومنا كبير كتير. الصغير بيسلينا وبيلعب معنا، والكبير بيساعدنا بأشياء كتيرة بحياتنا. فإذا جونيور هيئته هو كمان بحب الكلاب لأنه معه بليش كلب مهضوم كتير. بحلقة اليوم رح تتعلموا أكتر وأكتر عن هالحيوان، وأنا رح أهدي لجونيور هيدا الكتاب المهضوم يلي بيحكي عن الكلاب. هيدا لأصحابنا الصغار تيوني كرجو يلعبوا مع الكلب المهضوم اللي بقلبه، وهون يتعلموا كلمات جديدة بالفرنساوي عن الحيوانات المختلفة. لو شوفال، لو شيان، وف وف، لو بوسان. كتاب لأصحابنا الصغار، وهلأ هالكتاب رح أقدمه لجونيور ميني كرواسون لأنه أنا بدي أقرأ المسج يلي اليوم وصلنا عبر فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو، وحدا منكم طلب منا أنه مين يفوت على كابينت نمبر 2 رادون. هيدا المسج من هادي خليدي. هادي خليدي عمره 4 سنين، اكيد مش هو اللي كتب المسج بس امه يلي اسمها ساره خليدي. بنقلها هاي، بتقول انه هادي عمره 4 سنين وعطانا رقم تليفونه كمان، بيقول انه بده رادون ان كابينت نمبر 2. ثانك يو لهادي. وهلا رادون رح يفوت على كابينت نمبر 2 يسحب الحبله ونشوف شو رح يقع على راسه. قالكم رح يقع على راسه جونيور ميني كرواسون؟ بركي رح ياكلهم كلهم لقله لحاله. هادي خليدي اليوم ربح معنا مع جونيور هدية أكيد، وهادي رح يكفي معنا الحلقة من بعد ما يشوف شو هي هديته، لأنه حلقتنا اليوم بتحكي عن الكلاب، وهادي أكيد بحب كمان الكلاب الصغار بابت. أنتو كمان إذا عندكم كلب وبتربوا كلاب بالبيت عندكم فيكم تبعتوا لنا صورتهم مع اسمهم، وهيك نحن بنقول لهم هاي وبنفرجيهم كمان بميني ستوديو. جونيور بدنا نقول لك ثانك يو لأنه كل أصحابنا عم بيبعتوا لنا رسائل عبر فيسبوك بيج تيشتركوا معنا بالسحب يلي رح يصير بميني ستوديو بعد كم جمعة، تأربعة منهم يربحوا شو؟ ميني آيباد تقدمة جونيور ميني كرواسون. تاكيو هلا رح نشوف هديتك. هديتكم من جونيور ميني كرواسون هو فاميلي باك جونيور ميني كرواسون ماغ، وكمان بازل برينسس كولكشن. ما تنسوا انه بسبعة كانون الاول رح يصير في سحب تأربعة منكم يربحوا ميني آيباد تقدمة جونيور. يلا صار وقت المدرسة. هاي جونيور ناطرك، يلا قوم. جونيور ميني كرواسون مصنوع من أفضل المكونات الطبيعية ليعطيك النشاط كل النهار. هرم مؤلف من ثلاث مثلثات. بليز ركز معي. هي. مساحة هالهرم هي مساحة مثلث ضرب تلك جمع مساحة المربع. مثل ما شفتوا المسألة مش معقدة. جونيور ميني كرواسون مصنوع من مواد طبيعية وخالي من الزيوت النباتية المهدرجة. جونيور ميني كرواسون ماكسي حيوية.
برافو رادون، حامل كتاب. أنا بهنيك، هذا شيء كتير حلو تتثقف وتتعلم. واليوم موضوع الحلقة الكلاب، ورح نحكي اليوم أنا وياك نتعلم كم كلمة بالفرنساوي عن الكلاب. طب شو عامل لك؟ ما زال بعدك هلأ يا شوفوني عم بتقولي لي برافو يا رادون، إنه بتعرفيني أنا والكلاب مش أصحاب. اعملي معروف، يا خليني فل يا اما غيري غير غير السوجي اليوم غيري. يعني بتخاف منهم؟ طبعا يا شوفوني، انت بتعرفي انه انا بخاف من طيب من طيب من الكلاب. اليوم موضوعنا عن الكلاب يعني بون سا سوفي سا سوفي دو تو بلاندر داكور. ما فهمت. نو زالون كومونسي. اغيت اوكي اغيت اغيت. بون لي شيان نو فون با بور، اي سون تري جونتي. ما فهمت. Ils ne font pas peur, يعني ما بيخوفوا. Ils sont très gentils. ما بتعرف شو gentil؟ بلا gentil، بس ما نون gentil. طيب، اوكي. Ils sont peut-être pas gentils pour toi, mais ils sont gentils. Tous les animaux sont gentils. D'accord؟ D'accord. Bon, on continue. On continue. Le chien est un animal domestique. نعم. كيف دوميستيك؟ من أي متى الشيان بيكون خادم يا شوفوني؟ تفضلي فسري لي. لا صحيح انك مهضوم رادون. دوميستيك يعني il vit avec l'homme. ايه با 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 بوركوا افيك لي فام؟ لا 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 رادون مش معقول، بفهم جيسيكا اللي قررت توقف تعليمك. با افيك لا فام، لوم يعني الانسان، لاتر هومان. لاتر هومان؟ يعني الانسان. ايه يعني الكلب بعيش مع الانسان. آه، يعني أوكي، حيوان أوكي. اليف. اوكي 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 هلا فهمت هلا فهمت. طيب اون كونتينيو. كونتينيو كونتينيو كومبري كومبري. لو شيان اي تري فيدال ا سون ماتر. ماتر فير ماتر. جو مي تو مي إل مي نو متون فو متي إل مات. نو متون فو متي. اصلا مش عم نحكي هلا كونجوغيزون فيرب ماتر، عم نحكي ماتر صاحب. إلي فيدال يعني الكلب وفي لصاحبه. إيه صح. بون بون كونتينيو كونتينيو. اوكي كونتينيو. انسويت لو شيان أو بلوتو لا شيان دون دي بوتي كون أبل لي شيو. شو؟ إي لي شيو. ليش الشيو؟ لانه شيو هيك اسمه. ولا مش بيتي شيا او بيتي شيا وخلصنا بقى. لانه بيتي شيا هو الفرنسوي. لي بيتي شيا سا بو اتر دي بيتي شيا ان فوليوم، با دو غران شيا. لو شيا لو شيو سي لو بيتي الجرو يعني. طبعا انا قلت لك بيتي بتفهم يعني. طيب خلاص خلاص اون كونتينيو سا سوفي. يلا سا كومبري كومبري كونتينيو. لو شيا ايت ان ماميفير. هلا فير فير. ايه فير فير. Mammifère. Un mammifère est un animal qui porte son petit dans son ventre et qui lui donne à manger de son lait. Comme Radon. Comme Radon, exactement. Bravo Radon, bravo Radon, je te félicite. Je te félicite. Et les chiens ont besoin de beaucoup de tendresse, de caresses et de soins. حبيتك يا رادون، صحيح انك مهضوم. بزوان دو كاريس دو تندريس يعني اي دو سوان. سوان يعني اهتمام عنايه. كاريس تندريس يعني غنج ومحبه. كوم رادون كوم رادون كوم رادون. إلا بزوان دو سوان دو كاريس اي دو فيلاس شو تندريس اي دو سوان اي دو سوان كوم رادون. يعني بدك فل من هون ريحتك، روح اتحمم قبل ما تتغنج. ايه ما بتنسى شيء، ما بتنسى شيء يا عمي. كيف هالشيء؟ روح روح بسرعه اتحمم. طيب منيح انه خمس ايام بلا حمام، بس مش كثير يا شوفوني. فا برون تون بان ايماديتمون. بدي اخذه هلا، مش فاضي اخذه المطرح. برون تون بان. وين بدي اخذه؟ ارجع اخذ حالي انا. Yes.
شفت هلا قرقت شوي. ليش شو كان بك يا كلوي؟ هلا كنت عم مشي كلبتي وشفت ولد صغير ماسك قضيب بايده وكان بده يضربها وكان خايف كثير منها بذات الوقت فهرب وهي لحقته. بتعرفي الكلاب بحبوا يتسلوا ويلعبوا فمش هيك لحقته وخاف اكثر. بس ليه بده يخاف من الكلاب؟ بيكون ركض لانه من خوفه. بس بتعرفي انه الكلب هو اوفى واحلى صديق للانسان. مزبوط دوميك. بتعرفي انه في كثير انواع كلاب. انا اكثر شيء بحب الهاسكي. انا بحب البيجلز والبرجاء المون كلهم من الصغار للكبار. البيجلز تبع السيد؟ مزبوط هن كلب سيد. بتعرفي انه نحن ما لازم نخاف من الحيوانات بخصوص الجرو اللي بيكون بعد عمره كثير صغير. الجرو يعني الشيو لي بيتي شيان؟ ايه والبابيز بالانجلي. وبتعرفي كمان انه في شيان هو الشان برجي بنسميه وبيساعد البرجي كرمالته ينظم الخواريف. مزبوط هذا تبع الكلب الراعي. فانه انا بقول ما لازم نخاف من الكلاب لانه الكلاب كثير بيساعدوا الانسان وكمان بيساعدوه بكثير قصص ثانيه. مزبوط الكلب لازم دائما نحسسه بالحنان ونهتم فيه هو منه لعبه. ونحممه كمان لازم ناخده دائما عند الطبيب البيطري الفيترينير نعمل له الطعومه ودائما نعمل له تشيك ابس. دومينيك انا هلا رح اقرا رساله اليوم. يلا كلوي. هيدا سالو اسمي جيهان وبدي اقول لها هاي لا برنسيس دومينيك. هاي جيهان وانا بحبها كثير. بيزو. انا كمان كثير بحبك جيهان. مبروك ربحتوا لعبه تقديمه ابو شبكه. انا وقت اكبر بدي اصير معلمه وبعد الظهر بدي اغني بميني ستوديو. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. اليو ازي عمره 11 سنه. اكثر شيء بحب الناتاسيون وما بحب ابدا درس الجغرافيا. يارا يوسف عمره 11 سنه. اكثر شيء بتحب المات، ما بتحب ابدا تسمع استظهار. تعرفنا كلنا سوا على يارا واليو اللي فاتوا على بيج بانك ليبانو فرانسيز ميني ستوديو تاب، سجلوا اساميهم واجوا اليوم لعنا مثل ما شايفين تيلعبوا 1 مينيت اد بي ال اف. يارا جاهزه؟ يلا ستارت كي. 10,000 5,000 70 35 100,000 30,000 300 36 30 و 6000 240,000 276 وخلص الوقت. يارا قدري تجمع بدقيقة 3945 نقطة. أول كون سكور إليو رح يكون أعلى. رح نشوف كلنا سوا. خمسين 51 130 115,000 75,000 يعني 50 20 70 75 خلص وقتك اليو. جمعت 1940 نقطة. يعني يارا انت اللي ربحت. مبروك يارا. كانت اليوم الربحانة بس بكرة فيك تكون انت ربحان او حتى انت. كل اللي عليكم تعملوا انه تفوتوا على بيج بانك ليبانو فرانسيز مثل ما قلت لكم، تكبسوا على ميني ستوديو تاب وتسجلوا اساميكم. 1 مينيت اد بي ال اف لليوم خلصت. موعدنا معكم يتجدد بكره بحلقه جديده. هديتكم من بانك ليبانو فرانسيز هي بطاقه يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار. مبروك. انا وقت اكبر بدي اصير معلمه وبعد الظهر بدي اغني بميني ستوديو. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. ميني ستوديو.
الاستوديو. من شوي شفت دومينيك عم تمشي الكلب تبعها برا. انتو عندكم كلب بالبيت؟ تهتموا فيه منيح؟ انا اليوم رح اعطيكم كم معلومه عن الكلاب يمكن نحن ما كنا نعرفها. مثلا ليه بيمد الكلب لسانه لبرا؟ بالاحرى بيضل مده للكلب لسانه لبرا لسبب واحد، لانه مثل الانسان لما بيتعب بيعرق وبيرتاح، بينما الكلب لا، بحاجه انه يمد لسانه لبرا تيبه ويرد شوي. وتاني معلومه رح اعطيكم اياها، ليه الكلب بيضل يهز بدنبه؟ اذا ما بتعرفوا انا رح اقول. الانسان لما بده يعبر شو بيعمل؟ بيحكي، بينما الكلب بما انه ما في يحكي بيعوي او بهز بدنبه ليبين انه هو مبسوط. هلا رح نطلع شوي من موضوع الحلقه ونروح على الفيسبوك بيج تبع ميني ستوديو لنشوف مين بعث لنا اليوم مساج. ايرين بعت مساج عم بتقول هلو ميني ستوديو. ميلاني نعمه خلقت له 11 نوفمبر عمرها 10 سنين عم بتقول لها هابي بيرثدي. ميلاني مامي وبابي اند مارينين لوف يو. نحن بدنا نقول لها كمان هابي بيرثدي لميلاني لو قطع عيدها. هابي بيرثدي من كل اكيب من الاستوديو، ولا ميلاني ولا مامي ولا بابي ولا مارينين، نحن كمان بنحبكم كثير كثير كثير، واكيد ميلاني ربحت هديه رح نشوفها كلنا سوا. مبروك هديتكم من ميني ستوديو، هي تقدمه بيير روجي، ساعه حلوه كثير بتلبسوها ودائما بتفكروا فينا. ليا الاشق صار عمرها 6 سنين، هابي بيرثدي ليا. مبروك. كيدز تينز جايد هو هديتكم لتقدروا تعرفوا وين فيكم تروحوا وشو فيكم تعملوا بلبنان. جدو جدو مرحبا جدو. هيدا شو جدو كتير حلو. هيدا العقد السري اللي كنت عم جرب حل قصته من سنين. أزمة 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 عالم أزمة عظيم كتير دعوة نرقص بلا تأخير. أزمة كورنيت مغامرة وتسلية أكيدة شوكولا بكورنيت طعمة فريدة. أزمة كورنيت أزمة كورنيه لذيذ مع شوكولا بالحليب. أزمة هاي معنا اليوم بنوت كتير مهضومة بالستوديو جاية تعيد عيد ميلادها مع أزمة بمين الستوديو. هاي هاي شو اسمك؟ زوي ماريا حمسي. زوي ماريا حمسي قد رح يصير عمرك؟ 10 سنين كيف 200؟ يس. شو بتحبي تصيري بس تكبري؟ توب موديل. توب موديل اوكي. وشو بتتمنى يصير بعيد ميلادك؟ يكون في كثير اكتيفيتيات واتسلى كثير مع اصحابي. يصير في كثير اكتيفيتيات بتتسلى مع اصحابك واكيد تاكلي شوكولا كورنيه. أزمة كورنيه ورح تربحي كادو كثير كبير من أزمة كورنيه بنشوفه بعدين. بس هلا بدي اقول لكم انه اذا انتم كمان بتحبوا تعيدوا عيد ميلادكم بميني ستوديو فوتوا على فيسبوك بيج اعملوا لنا لايك وبعثوا لنا مسج باسمكم ورقم تليفونكم تنحنا نتصل فيكم. هلا بدنا نقول لها هابي بيرثدي لزوي. ثانك يو أزمو. هذا شو جدو كتير حلو.
هيدا العقد السري اللي كنت عم جرب حل قصته من سنين. أزمة 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 مغامرة وتسلية أكيدة، شوكولا بكورني طعمة فريدة. أزمة كورني، أزمة كورني لذيذ مع شوكولا بالحليب. أزمة. زعلي تشوفوني من رادون بس بفتكر معها حق، بيزيد أوقات. طيب حلقتنا اليوم خلصت كانت عن الكلاب، وأنا مع كتاب كتير حلو لأصحابنا الكبار بدي فرجيكم إياه لأنه بيحكي عن الكلاب. ليش يعني؟ ليماجري أنيمال، بقلبه في معلومات عن كل أنواع الكلاب اللي معقولة تلاقوها، صور كمان كتير حلوة، les chiens de berger, les chiens de traîneau. تتعلموا إنه كل نوع كلب عنده شي بيقدر يعملها أحسن من غيره. Les chiens au service de l'homme بيقدر يساعدنا الكلب يكون دايما معنا. Les chiens de compagnie بيسلينا بعيش معنا بالبيت. Les chiots الكلب الصغار مثل هيدا يلي معي أنا. كتاب كتير حلو، أنا رح أقرأ وأقرأ كل المعلومات يلي بقلبه. وهيك بتكون حلقتنا خلصت. ييه كنت رح أنسى، قبل ما تخلص حلقتنا دايماً بفتح صندوق بريد ميني ستوديو وبنشوف رسالة أو صورة أنتو بعتولنا إياها. تعوا معي لنشوف مين اليوم رح يربح معنا. رح نفتح صندوق البريد ونطلع صورة اليوم لريتا عبد الله. ريتا عبد الله بتقول إنه هيدي صورتها وكانت لابسة هالتياب على هالوين. ثانك يو لك ريتا، ورح تربحي معنا هديه اكيد تقدمت ميني ستوديو، رح نشوفها سوا ورح نقول لك ثانك يو على هالصوره، ونشجع كل اصحابنا يكفوا يبعثوا لنا صورهم عبر البريد او كمان عبر الانترنت عبر فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو، ونحن رح نفرجيهم كلهم على التلفزيون رح يربحوا معنا هديه بميني ستوديو. حفظوا كمان رقمنا اللي هو 03 85 86 87 تتعرفوا كيف فيكم تجوا تستلموا هديكم. وبدنا نقول مبروك اليوم لريتا ونشوف هديتها، وبعدين رح نرقص مع كارين بليتس دانس. باي. مبروك هديتكم من جيلي بالي، اكسسوارز حلوين كتير. هاي اليوم رح نكمل الرقصه، رح نعلي ايدينا لفوق وننزل لتحت. هلا رح نبرم، رح نقرب كتفنا لقدام ونرجع، رح نقرب لقدام نرجع لورا، وهلا رح ننزل لتحت. هلا بايد اليمين على الميلة الشمال رح نقرب كتفنا وننزله. تاني ميلة على اليمين. نعم زيت الفا. هلا بنركض لقدام. تمرنوا منيح. Ministudio.